أولا الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة مثلا الربية ريال دولار يورو نعم سبحان الله فايلو كيسين تسمع ديو كي سون را چاندي را يستي جون يسمع قياس برنشا جستي كي بيسا عدو سلطة عمرو نفاني كي أوزا دولار تاري عدو يقسم بالآلة الحاسبة على 40 يخرج له مقدار الزكاة يستي 40 بحاجة بارني لك 40 بحاجة بارني يعني هذا الشيخ لديه 40 مليون روبية يعني كل ما عندي سنة 40 لاخ روبية حال عليها تحول مر عليها سنة كاملة الفيس ماتي ويا ايك بصر كله رفتيو مات نشي سمجھ وبلغت نصاب الزكاة رفتيو جن زكاة كيوتا نبھارت رسطة تيتي كوية برنشي يقسم 40 مليون روبية قسمة 40 رفتيو لك 40 مليون جنزر يعني 4 كرون جنزر دوسر روبية سا ولي 40 بھاگ مرمانی يخرج مقدار الزكاة عليه مليون روبية يزكي رفتيس بابا اس لئے جو زکات کو نکالی تو سب جو نکالی اس پر جو سوچ جو مار پاکنی یدفع عن الاموال للاصنام الثمانی الذین ذکرهم اللہ سبحانہ وتعالی فیود مار کا زکات کو اس لئے کیوں آٹھ بھٹا مصرف مدینی ہو جس کو برنم اللہ تعالی نے قرآن مدن ہوئے لا یجوز ان یخرجہ لکافر یو جائب سینہ کی غیر مسلم کی لائی دیو ولا للاب والام للاصول رأيو أصول معني أعمال أبوها قرأي بني أيضا أو لأولاد للولد والبنت رأيو صورة صورة قرأي بني أيضا نعم ولا لآل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت نبني زكاة الوجاج نعم الثاني الخارج من الأرض الحبوب والثمار الحبوب مثل القمح والشعير والثمار مثل التمر والزبيب دوسروں کی سم زکاة ہوتی ہو جو زمین پر تعاملے اگائیں تھا اس میں ہم لوگ دھان گیوں خجور کسمش ہوتی ہیں